صباح الخير مرة تانية، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة مع الكاتبة الصحفية أمير عويضة. أهلا، صباح الخير. نهارك سعيد يا مي. نهارك سعيد. أخبارنا كتير النهاردة واضح ومختلفة. بنبتديها بالأخبار الصفحة الخامسة، السجن للتزوير والرشاوي الانتخابية. الشروق الصفحة الأولى، تأجيل اجتماع التحالف الديمقراطي لحين الانتهاء من القائمة. الشروق الصفحة الثالثة، على خطى الوفد الوسط يتجه إلى الانسحاب من التحالف الديمقراطي. الأهرام الصفحة الأولى، جهاز المحاسبات يكشف مصير أموال التأمينات خلال أيام. والمصري اليوم الصفحة الأولى، أحداث ساخنة في قضية موقعة الجمل، اشتباكات بين الأمن والإعلاميين خارج المحكمة، ومواجهة بين فتحي سرور وشاهد إثبات. الأهرام الصفحة الأولى، عودة مظاهرات المعلمين أمام مجلس الوزراء. والأخبار صفحة 12، طارق الزمر في حوار مع الأخبار، اغتيال السادات كان عملا عشوائيا وهدفنا كان إشعال الثورة وليس قتل الرئيس. دي الاخبار اللي موجوده معانا النهارده. بس اعتقد قبل ما نبتدي نتناقش في الاخبار، عندنا لينك تقرير مع على المشكلات اللي هيواجهها المواطنون بسبب تغيير ارقام المحمول اللي ابتدى اصلا يواجهها كل الناس، وخصوصا الناس اللي عندها موبايلات او محمول جديد صنعه جديد، بيبقى عندهم مشاكل كتيره جدا في تغيير او اضافه رقم زياده للمحمول. نشوف تقرير نرجع نبتدي فقرتنا. والله انا رايي في موضوع تغيير الارقام ده، احنا كنا عايزين نعرف الغرض منه ايه، او يعني ايه اللي خلاهم يعملوا او يفكروا في حاجه زي كده. بس هو بالنسبه للامر ده طبعا متعب، لان كل واحد على تليفونه مثلا حوالي 150 او 200 رقم، فعشان يعدي الارقام دي كلها ويوصل لحاجه زي كده طبعا مرهقه. مش عارفين نزود رقم ولا نشيل رقم، ليه الموضوع ده حصل؟ طب ليه ما بقتش عارف اتصل بصحابي؟ في شبكه من ضمن الشبكات فضلت التليفون بتاعها واقف 4 ساعات او 5 ساعات. حاسس ان زياده الرقم ده اصلا ما فيهوش ايه فايدته. زياده الرقم ما عملش مشكله خالص، لان هو بيتصل، انت لما انت بتتصل بتيجي رساله ثابته بتقول لك اعمل كذا، فانت خلاص سايف في خلال الاسبوع دوت سايف الرقم الزياده، خلاص مش هيبقى فيه مشكله خالص. مش عاجبني تغيير الارقام اللي حصلت، بسبب ان هي تعمل لي مشاكل، ان انا لما احب ابعت اي رساله لاي حد هضطر ان انا هغير كل الارقام عشان ابتدي ان انا ابعت للرسائل لكل الناس. انت دلوقتي بقى عندك الكود كلها، او الكود بتاع اي تليفون هو يا 012 يا 011 يا 010، مفيش بقى ولا 015 ولا 017 ولا كلام العك كده. يعني ايه السر اللي خلاه يعمل رقم زياده، او ايه السبب؟ وبعدين لو هيعمل الكلام ده كله، المفروض ان هو كشركه زي كده او الكلام ده كله يبقى عنده سيستم، بدل ما يخلي العميل هو اللي يغير ويخش في الحيره دي كلها، المفروض هو يغير النظام من عنده ويوصل لي نظام جاهز. حاجه كويسه بس اللي حصلت في، يعني ان بقت كل الارقام بقت يعني ثلاثه معروفين، الثلاث شركات بقت معروفه. الاول ما كنتش اعرف، يعني لان الارقام طبعا كلها مختلفه، ما كنتش اعرف ايه انهي شركه بتتصل، يعني دي تبع شركه ايه اصلا. نبدأ معاكم بأول خبر من جريدة الأخبار الصفحة الخامسة، السجن للتزوير والرشاوي الانتخابية. تفاصيل الخبر أنه في مرسومين أصدرهما بالأمس المجلس العسكري بتتضمن نقول إيه توضيبات وتظبيطات في قانون الانتخابات، ومنها إلغاء المادة 5. طبعا بدعو جميع المشاهدين وليلي طولة بال أنه يرجع عليه المنطوق بتاع المرسومين المصدر في الأهرام، وأعتقد الأخبار كمان. خبر على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه بيحدد حاجات كتيرة جدا، بس أخشى ما أخشى والله يا ماي أنه تظل حاجات في إطار القوانين. يعني أنت عندك مثلا مادة بتقول يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر. يعني أنا تخيل أنه أطبق هذا اللي هي 500 جنيه، أعتقد أن كل المصريين هيشاركوا في الانتخابات. عندنا في جزء برضو ليه علاقة بالصحفيين وبالإعلام، أنه كل يعاقب برضو بالحبس كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء. طبعا انا القوانين احنا مش بنتكلم عليها، بس برضه بنتمنى ان يكون نقابه الصحفيين يكون ليها دور فاعل في تنفيذ وتحديد، وتبقاش المساله قانونيه في البدايه، ليس استثناء ولكن عملا بمبدا انه الصحفي هو في النهايه برضه بيهدف الى نفع الراي العام. قد تحدث بشكل او باخر اخبار خاطئه، لكن في النهايه القانون يفعل لكن من خلال نقابه الصحفيين، وده من ضمن المطالب اللي بنطالب بيها في انتخاباتنا القادمه في 14 اكتوبر ان شاء الله. طب التعديلات والاضافات اللي طرحت على القانون ده ازاي ما كانتش موجوده قبل كده؟ هقول لك حاجه، لا هي دي انتخابات لحد طبعا اخر انتخابات اللي هي كانت ماليه بالتزوير بالنسبه للناس كلها، ازاي ما كانش فيها؟ لا ادعي انا شخصيا باعتباري خريجه كليه اعلام لا ادعي ان انا اعرف منطوق القانون الانتخابات قبل كده، بس انا يعني
متأكدة انه الغرامات والحبس والحاجات دي كلها كانت موجودة في القانون ولكنها لم تفعل. في بعض الاشياء اضيفت من خلال الحوار اللي تم ما بين المجلس يعني بشكل او باخر ما بين نقول ايه الحكماء او ما دار في لقاءات ما بين المجلس العسكري وبعض المثقفين، ووضعت بعض النقاط اضاف ليها الحقوقيين والناشطين الدستوريين قالت ما قالتش حاجات جديدة، لكنها ممكن تكون مثلا كانت الغرامة مثلا 50 جنيه فارتفعت ل 500. انا بقول يعني اتخيل ان ده، لكن كل ده اعتقد انه كان موجود. لكن مشكلتنا زي ما انت عارفه يا مي، عندنا قوانين كتيره جدا ولكنها لا تفعل. املنا انها تفعل وانه بالفعل نضرب بيد من حديد بقى على اللي هيمارس بلطجه. ما استناش حزب النور، الناطق بحزب النور ياسر برهامي خارج بيقول لو لقينا بلطجه هنخرج بسيوفنا. بص هنرد العنف بالعنف يعني. بغض النظر هو بيقول ايه ومن اي منطق، انت حزب سياسي ولا انت قائد غزوه الانتخابات بقى بعد صندوق غزوه الصناديق غزوه الانتخابات؟ لما يخرج لي حزب بيتكلم في السياسه ويقول دوت، مش عارفه حاسه المشكله هتبقى يعني كبيره. يعني العمليه الانتخابيه المفروض، لكن انا لي ان تقوم الدوله بدورها يعني ان تقوم الدوله بدورها بشكل واضح وحاسم، بحيث لا ندع لاي شخص الفرصه ان هو حتى يتقول او يتفوه بكلام يسيء الى العمليه السياسيه او العمليه الانتخابيه في مصر. تمام. الشروق الصفحه الاولى عندنا تاجيل اجتماع التحالف الديمقراطي لحين الانتهاء من القائمه. طبعا التحالف الديمقراطي هو مكون من عشرات الاحزاب الموجوده على الساحه المصريه، خرج منها الوفد الاسبوع الماضي، الوسط بيتجه الى برضو الخروج. طبعا في انت عارف فكره التكتلات والتحالفات، لا الاخوان واخدين اكتر، وده الكلام اللي بيتقال. الاخوان تقريبا مكتوب 45%، يعني بالفعل هم موجودين بشكل كبير في هذه القوائم. بعض الاحزاب رافضه ده، منها الوسط، وده على لسان عصام سلطان المتحدث باسم الحزب، بيقول ان هو الحزب غير راضي عن انه الاخوان يسيطروا. الحقيقه ده كلام كتير وبيتقال له اساس من الصحه، والاخوان ما بينكروش رغبتهم في هذه السيطره. في لقاء عقد مع المرشد العام قال احنا بس بنبعد عن مساله الرئيس لان احنا مش عايزين نعمل حرب على مصر، لان هم عارفين ان هم لو مسكوا الرئاسه في هذه الفتره شيء غير مطلوب. وبيقول انه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عندما قرر ان يترشح ترشح بشكل فردي. بس انا اللي لفت نظري في اللي قاله المرشد العام للاخوان، عبارات كده حسيت ان عارفه فكره المغازله الشعبيه. يعني بيقول لك ايه، انا اولا هسالك سؤال، انت عارفه طبعا ان احنا عندنا نسبه اميه مرتفعه جدا، يعني اكيد مش هنغلط نفسينا. هو خارج بيغالط بمعنى ايه؟ بيقول لك ايه، ورأي أوراء عاكف أن الشعب المصري أثبت عظمته ووعيه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في مارس الماضي، معتبرا أن المفسدين هم الذين قالوا لا للتعديلات. دي أول جملة ما عجبتنيش عنده، مفيش حد مفسد، مفيش حد، كل واحد فينا عنده وجهة نظر خارج ليها. وأعتقد الأيام السابقة أثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن اللي قالوا لا كان عندهم حق، واللي قالوا نعم كانوا عندهم حق. هو تعامل يعني ان وجهه نظر المعارضه دي لازم تكون يعني وجهه نظر خاطئه. انا اتمنى انه الجمعيات النشطه الحقوقيه تاخذ هذا الكلام وتتوجه به الى النيابه الى النائب العام، لانه ده بمثابه سب وقذف في تيارات سياسيه موجوده. يعني احنا مش هنبتدي نقعد لا نخون ولا نشتم بعضنا. فاذا كان المرشد العام للاخوان المسلمين وهو المرشد العام السابق اللي هو محمد مهدي عاكف خارج بيقول الكلام دوت، فلا بد ان يؤخذ عليه. الجمله الثانيه اللي ما عجبتنيش يعني توقفت عندها طويلا، بيقول الشعب اقوى واوعى من المشير ومن المجلس العسكري، اصبح وعي الشعب فوق وعي النخبه. مع احترامي للشعب اللي انا جزء منه واللي انا اشكل جزء من نسيجه انا وانتي وكل الموجودين معانا، الى الان مع ارتفاع نسبة الأمية عندنا ما نقدرش نقول انه لمجرد ان انا اخترتك لفكرة الدين ان انا واعي. لا، انا بتحركني عواطف في السياسة مش مفروض ان هي تلعب دور. يعني مثلا في فكرة الانتخابات، انا صليت الجمعة اللي فاتت في احدى المساجد في منطقة عزبة النخل، فبعد ما انتهت الصلاة فوجئت بالإمام ماسك الميكروفون وبيتكلم عن ابن المرشح القادم لانتخابات مجلس الشعب، وبيقول انه ابوه هو اول من وضع الاساس بتاع المعهد الازهري وانه الدين والتقوى. فانا فوجئت هنا، ده عندنا في القانون بيقول بيدي نفسه مصداقيه قبل اي حاجه. احنا بنقول فكره عدم استخدام الدين. انا لن اقبل انه كنيسه تقوم بهذا الدور، ولن اقبل انه مسجد يقوم بهذا الدور، ولو كان في معبد كنت لن اقبل انه معبد يقوم بهذا الدور. في النهايه انا كامراه مسلمه ذهبت الى المسجد لاؤدي صلاه الجمعه مع سيدات ونساء من اهل المكان. ابسط حاجه
الناس اللي حواليا هيبصموا بالعشرين زي ما بنقول على كلام الإمام، لأنه إمام الجمعة، خطيب الجمعة ورجل موثوق فيه. فإحنا ابتدينا من دلوقتي أو ابتدينا من زمان طبعا، والإسلام هو الحل، إنه نصدر إنه المسجد هو الذي يدفع الناس إلى صناديق الانتخاب. أنا نفسي إنه الناس تفكر، يعني نركز أكتر الفترة الجاية خصوصا قبل الانتخاب، المرحلة الجاية مهمة جدا في حياتنا كلنا، لازم نركز على الخطاب الديني سواء في المساجد زي ما قلنا أو في الكنائس، ونحاول. أنا معرفش لو ممكن قانون نصدره في هذا الشأن ولا المنطق الموجود في الأهرام بيقول ده، المنطق داخل المنطق موجود، المنطق موجود. أنا أتمنى أنه كان قبل ما يصدروا باعتباره أن أبوه، مش كمان هو، أنه أبوه هو أول من ساهم في المعهد الأزهري في المكان، أنه كان يصدروا باعتباره أنه رغل خدم الناس في دايرته، أنه قام بدور، أنه عمل توعية، أنه لا، هو استخدم ميكروفون المسجد للتأكيد على اسمه مرشح، لمجرد أنه أبوه يعني، وهو على عيني وعلى راسي، أنا مش معترضة على شخصه، لكن أنا معترضة على استخدام هذا الأسلوب. بيمثل الأزهر الشريف، مؤسسة يعني مهمة جدا بالنسبة